تكويني اليوم لتنظموا جمعية كاديل بشراكة مع جماعة سلا، واللي هو تيقارب البرنامج العملي الثقافي اللي حنا شرعنا فيه. هو برنامج غيب الفن اللي منفتح على 10 المؤسسات، على 10 الجمعيات ديال المجتمع المدني، واللي تيقارب 50 مؤسسة تعليمية، واللي تيوصل عدد المستفيدين ديالو 1000 تلميذ. البرنامج اليوم قطعنا فيه شهر ونصف، وجات اللحظة ديال أننا نديروا واحد اللحظة تكوينية لجميع الأطر التربوية والثقافية نتاع المؤسسات نتاع الجمعيات ديال المجتمع المدني كلها اللي مشاركة معنا. هذا اللقاء التكويني في الآليات البيداغوجية للتنشيط الثقافي اللي هو تنظيم جمعيات كاديل، اللي تيسعى إلى إعطاء دعم أساسي للتجربة باش تنجح وباش تطور. الحصيلة ديال اليوم تنشتغلوا فيها هي متميزة، فيها مبادرات طيبة من طرف الجمعيات، فيها رضا وتقبل من طرف المؤسسات التعليمية، فيها تتبع مهم نتاع المصلحة الثقافية نتاع الجماعة. المشروع ديال البرنامج غيب الفن هو لحظة إبداعية مهمة اللي غادي تعطي للتلاميذ ديال المؤسسات التعليمية فرصة من أجل تنفس روح إبداعية جديدة داخل المؤسسات التعليمية، وإعطاء حياة مدرسية قوية وجديدة وفاعلة. هذا البرنامج إن شاء الله غادي نعرفوا الحلقة الأولى ديالو ديال الإنتاجية ديالو الثقافية في شهر يونيو 2023، اللي غادي تكون مهمة، تكون لحظة جماعية مشتركة ما بين الأسرة التعليمية والأسرة المغربية والجماعة كشريك أساسي. التطوير ديالها إن شاء الله في يدينا، والانفتاح ديالها علينا كنا نشتغلوا عليه باش أننا نطوروه. تنشكركم على هذا التتبع وهذه المواكبة، وهذا ما يمكن له إلا يفيد الساكنة نتاع مدينة سلا والأطفال نتاع مدينة سلا، وإنعاش حركة ثقافية جديدة هادئة بصمت ولكن فاعلة وعندها أجل وعندها نهاية إن شاء الله، اللي غادي تكون متميزة بإبداعها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محسن القاضي من جمعية سلا المستقبل. اليوم احنا كنحضروا في الدورة التكوينية آليات التنشيط الثقافي بالنسبة للجمعيات اللي هي منخرطة برنامج ديال غاب الفن، اللي هو بشراكة مع جماعة سلا والمديرية الإقليمية للتعليم والرياضة. وهذا البرنامج هو كيسعى بأنه يوصل الهدف اللي هو التلميذ، والفئة المستهدفة هو التلميذ ديال المؤسسات التعليمية بحضور الجمعيات والجماعة اللي هي كتصارع على هذا البرنامج اللي هو غياب الفن، اللي كيصبو أنه يوصل 1000 تلميذ تقريبا وتلميذة يكونوا مكونين في أفق نهاية هذه السنة، وإن شاء الله تيصبو كذلك بأنه يزيد يتطور مع الجمعيات اللي هي بقى ما استفدتش من هذا البرنامج، اللي تستفد مستقبلا باش انه يكون عندنا واحد الهدف كبير وواحد الفئه مستهدفه اكثر من سنه 2023. وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.